الفايده الاولى اللي احنا هناخدها ان احنا ايه؟ ايه الفوائد الثانيه بقى اللي بنطلع بيها المعصوم؟ لو عايز تمشي ماشي ماشي ماشي. يعرف حاجه يقول يرفع ايده ويقول غير ما يرفع ايده ويقول يا جماعه دي يعرف حاجه يقول انت جاي النهارده تعمل ايه؟ جاي تاخد غياب؟ اشتغل بيه طبقه واحد معوض مطبخ وشه كده المفروض السنه دي ايه؟ سنه سبعه السنه الجايه سعادتك قاعده في الامتياز انا بتكلم بصفه الجامعه سعادتك قاعده في الاستقبال الاخر دخلت واحد وشه متعوض ايه هتبقى في ممرضه طبعا خياطه وبتاع دلوقتي هنشوفها ودم والكلام انت مش عارف بقى الكلام ده تحشمين لا بنفسك السنه الجايه ما فيهاش لو عملت كده ربنا هيعلم انتوا الامن العسكري عارفين عساكر الامن لازم الخط الاول من الدفاع بعدين الظباط ليه اخبار فالدكاتره برضه ليه اخبار انتوا اللي بتحطوا في الامن تمام فلو واحد متعور وخارج الاستقبال هتعملوا ايه؟ هتقولوا ايه؟ اخبار المطر هتتخيط يعني مش هتحط له ولا تاخد ولا تاخد تمام؟ طيب لو واحد محدود مساحه Thank you.
السبايس بتاع الفكره دي. حافظ على خطوط الجلد
انواع الوند بروجكت، لو قلنا لو حد متعور لاسوليشن او خد وند او كده جدا نعمل له ايه؟ لينير بروجكت هو قياده اتش تو اتش. تمام؟ معايا؟ هو that
يعني ايه مش؟ شبكة، عارفين شبكة بتاعت الكورة؟ وأنت اللي بتتكلم، غير الكورة بتلاقيها رفيعة، تمام؟ لما بتشدها كده بيبقى شكلها عامل إزاي؟ الشبكة بتاعت الكورة بتبقى شكلها عامل إزاي؟ شبكة، الشبكة بتاعت الكورة تبقى كروسنج كده، سمبوسات كده، تمام؟ المشي ده فايدته إن هو بيعمل كده، بيخلي الشيت بتاع الجراح بيتقطع بالشكل بتاع الشبكة. اللي هو يعني بيقطع حته ويسيب حته ويقطع حته ويسيب حته وفي العكس الخط اللي بعديه بيقطع في الحته اللي سابها فبالتالي لما تيجي تفرد الجراف تلاقي المساحه بتاعته زادت فدي فايده طبعا على اساس النقط اللي هو بيفتحها دي ممكن تبقى واحد في واحد او واحد في اثنين او واحد في اربعه او واحد في ثمانيه بمعنى ايه لو انا خدت الجراف مساحته 10 في 10 سم لو عملت له مشي واحد في اثنين هيبقى مساحته كام في كام؟ 20 في 20 تمام؟ لو عيان مثلا هاخد 30% هاخد له جراف ثالث الجرافس اللي هاخدها دي مش هاخد بقى 30% عشان اغطي اخد 15% واعمل له ميشنج واحد في اثنين اغطي بيه 30% ده شكل اللي هو الهامبي نايف وهي بتاخد الجرافس دي رجل عيان ودي زي خشبه كده عشان تفرد الجلد دي الهامبي لاين وموصوفه من هنا اهم حاجه في الاخذ جرافت اللي هو الاسبريشن بنعمل الاسبريشن اللي هو من الاسبريشن وايه بتعمل سلايس كده طبعا في السكينه الموجوده اللي هو ومربوط بالدبس بتاعها ثاني هو الجزء ده الجزء الطبيعي ده الجزء اللي هو ايه اتشال منه جزء الصف بتاعه اللي هو السوبرفيشال ده كده بعد ما ناخدها دلوقتي دي انفصلت عن الجسم طبعا. ركزوا معايا دي انفصلت عن الجسم. كده بقى اسمها ايه؟ سكين جراف. دي دلوقتي الجسم الموجود مفيش. فدي اسمها سكين جراف. بنبتدي على شاشه بلاستيك وبنيجي بقى على الرو اريا او الفيك اريا او الكلام ده بنبتدي نفرد. طبعا العرض دوت ممكن ما نعرفش نجيبه من اول مره نحط حته جنبها حته جنبها حته عشان كده اسمها عمليه ترقيع جلدي زي الرقعه جنب بعضها كده ما نقدرش ناخدها حته جنب بعضها اهم حاجه ان هي تبقى مكتوبه كويس على الديفكت سايت ايه بقى؟ هنقول كمان شويه ده اللي هو الدرماتوم بقى والتشر ده الفكر بص الدرماتوم عباره عن ان احنا بنحط السكينه من تحت كده هو تمام وعلى حسب العرض اللي احنا عايزينه بنحط الشيل ده قد ايه ممكن يبقى كده ممكن يبقى اقل او ده اقل من اللي جاي كل الكلام ده احنا بنتكلم على سكين سكين ده الطيب على العيال اهم حاجه الاسبريشن
الشبكه اللي موجوده ده. طبعا لو حاجه هيحصل كده في النص دي هيحصل دي نيجي منها ازاي؟ عن طريق فين؟ فين بتاع كده لما يمسك هيبقى كانه الابيدرمس بتاع الفكر ويحصل كليننج للانشز السمكوسات ديت وتقابل مع بعض. بعد ما بتحط الدرافت طبعا على الفكر بنبتدي ايه؟ نعمل كل ده بنتكلم على ايه؟ على سبليت سيكنس سكيل ديالوج اللي هو جراف وفاير. ده اللي هو شكل المشي. المشي بعد ما المشي بعد ما يطلع من الاقطاب ويجي عامل زي الشبكه كده اهو. ده فايدته عشان يعمل ايه؟ يزود مساحه الجراف. خلصنا كده اللي هو الجرافت الرفيع. في حاجه اللي هو الفول سيكنس سكين جرافت. قلنا الفول سيكنس سكين جرافت دوت انا بشيل الابيديرمس والديرمس كله باخده عشان اعمل بيه ريكونستراكشن. تمام؟ فلازم يبقى في حته اقدر اقفلها ان تو ان او اتش تو اتش. بمعنى ايه؟ انت مثلا زي الفيتامين ار فيها سيلاكس او في الجاستيك او في اللي هي او سوبر بلافيكلر او انتويتر. الحتت دي لو انت بصيت عليها هتلاقي فيها اكسس كده، بمعنى ممكن اقربها من بعض. واخدها قيادة بحيث يبقى بوضح كل الحاجات دي بيبقى شكلها يا اما ثابت دوت او اليبس، بحيث في الاخر اتش تو اتش بيبقى خط مستقيم واحد. تمام؟ اتش تو اتش بسوبر بلافيكلر ريشو دول ليهم اهميه خاصه ان احنا لما بناخدهم نعمل بيهم كونستراكشن فيس يبقى الكلر والتكستشر بتاعت الجلد اللي هو ماتشنج بالكلر والجلد بتاع الوش. بعد ما الكلر والجلد طبعا كلها بتصرف فيه الناس فيها. بعد ما بنشيل الجلد هو ساعات بيبقى فيه شويه سبوتينيوس فات. لازم اعمل حاجه اسمها ديفاكتشن ان هو اشيل اي اليمنت اوف سبوتينيوس فات في الجلد عشان الجلد يعيش. لو اي جزء فيه شوية فات جاب ده هيحصل له نص. ده هنتكلم في الفيك وبعد كده نخرجه زي ما عملنا في السيتي سكيل ده وبعدين ده. ده ايه ده بقى؟ Thank you.
مفروش ويتحرك. ايه؟ دي حاجة اسمها كونتراكشن. السكين كونتراكشن دوت أول ما الضغط جاب كنت ربطناه أول ما خدنا الأنيميشن كان موجود دوت أول ما وصلنا خدنا الجراف حصل له كونتراكشن أنت أول قطر عمليات. ده اسمه بايو. تمام؟ ده بيعتمد على قد إيه في ديربس موجود في الجراف أو قد إيه فايبرز موجودة في الجراف. بمعنى لو هو فور سيكس يبقى البايلر كونتراكشن بتاعه اللي هيحصل قطر عمليات هيبقى كتير عن لو هو سبليت سيكس أو بارشال سيكس. لأن كمية الديربس موجودة في الفور سيكس أكتر. فبالتالي الكونتراكشن بتاعها هيبقى أكتر. فالبايلر كونتراكشن اللي بيحصل جوه قطر عمليات بيبقى أكتر بالنسبة للفور سيكس. يعني إيه؟ يعني لو الجراف 10 في 10 سم فول سيكس جوه قطر عمليات هتلاقيه حوالي 4 في 4 سم. تمام؟ لو سبليت سيكس هتلاقيه 9 في 9 سم. واضحة؟ ده اسمه برايمري كونتراكشن. لو الجراف فول سيكس مساحته 10 في 10
سايت اللي على التول سيرفيس قلنا كده في فيها ايه تسمين اللاندرز زي الباك اوف جير ار سوبر ترافيك جوينت هو دول سايت بتاع التول سيرفيس لازم يبقى كده فيها مساحات زي التايب سكالب باك ار دي السكالب حلو قوي يعني ان انا اخد منه سبيس يعني لو عين محدود في جسمي والشعر بتاعه سليم نحرقه وناخد جرافت من النص وبعد اسبوع ناخد جرافت تاني وناخد جرافت تاني عشان الهير فوليكلز هيحصل تجيب بسرعه منه هيحصل تجيب بسرعه الدونا سايد بقى ياخد منه انظر جرافت تمام طريقة تانية بقى الدكتورة قالتها جميلة طبعا إن أنا البوست دوت أعمل أطبقه إزاي؟ يا إما أقلل الحاجات اللي منافخة زي ما بتقول كده نشط الدخول فيبقى في جلد زيادة أقوى الجلد تمام؟ في حاجة بقى عملتها بس ما حدش علق عليها اللي هو التيشن سباتشر إن أنا أعمل تكبير للمنطقة دي من الأول حتى ما فيش استراتيجية أخد كل سكس أنا عايزه وبعد كده أفتكر طيب أو جرافت سيكوال يعني جرافت عشان يعيش لازم ثلاث حاجات أو بصي المحاضرة هنا في حاجات جديدة بس لازم نكون قاعدين طبعين أنا لازم تعرفوا بيحصل في
الكونسنتريشن بتوصل له عن طريق الديفيوجن عن حاجه اسمها البلازمات الفيديشن. عارفين الخاصيه الشعريه؟ فيديشن اللي هو لما تجيب حاجه رفيعه ماسوره رفيعه الميه تطلع فيها، لو رفعتيها اكتر الميه تطلع اكتر، لو وسعتيها الميه تنزل تحت. طبعا ما فيش كونكشن بين الدراسه وال يعني ما فيش بلاد فيسل واصل للخلايا بتاعت الدراسه والخلايا بتاعت السينيور سايت، وبالتالي لازم يبقى فيه كونكشن عشان الكونكشن بتاعته توصل للخلايا دي وتفضل سيرفايف. بعد كده بيحصل حاجه اسمها انسكوليشن. الانسكوليشن دي اللي هو الثلاثه الخمس دقايق اللي القط ايدز بتاعت الكابيلاريز تبتدي تدور على بعضها وتقابل بعضها ويحصل ايه؟ دينا حاجة رقمانية عند الله سبحانه وتعالى اللي هو الجلد يمسك بنفسه. ده بتحصل أكتر في الفول سيكنس، لأن الفول سيكنس هيبقى الكاميرايز موجودة أو سب ليفل بريكسس موجودة فيه كتير، فممكن يحصل انسوليشن ويجيلي عن طريقها أحسن. بعد كده بعد خمس أيام بيحصل نيو فيسل في الجرافت وبيبتدي يحصل في الجزء اللي إحنا قلنا عليه دوت اللي هو الأنجيو جينيسيس. يبقى دي التلاتة فيز اللي بيحصل فيها جرافت. يعني بمعنى اخر بعد خمس ايام لو فتحنا الجرافت وبصينا على الجلد لقينا ان الجلد او الخلايا الجرافت يعني اتنقل لونه اسود او صافي كده هو، يبقى الخلايا دي ايه؟ ماتت. يبقى الجرافت يعتبر ايه؟ نص. طيب عشان يحصل ديفيجيشن ونستريشن وانجيوجينيسيس الجرافت ده ينفع يبقى رايح جاي كده هو؟ لا، لازم يبقى ثابت. فاكرين الصورة اللي هنا هو؟ الحتة دي قلنا في طاري اوفر عشان ثبتها في مكانها. هو ده عشان يحصل الفيز ديت من غير ما يحصل لها شيرنج. تمام؟ طيب امتى الجراف يحصل له نص؟ لو كور مود فيلد. احنا بنقول الجراف بيعتمد على الريسيبيان سايت عشان يتغذى. الدور الحاجات الثانية اللي بتتكلم في الكيمياء، يبقى الكيمياء ده مثلا عيان
كان عندي سكين بوس مثلا على الكيلو الزنوط وحطيته جامد عليه، اكيد الكيلو الزنوط الحته دي مش مفيهاش مصر يعني فاضي مش موجود، اكيد اكيد هيحصل له رز ما ينفعش. شيري قلنا لو الباي اوفر مش مظبوط مش مثبت الجراف في مكانه هيحصل له شيري فمش هيحصل لان هيز هو الجراف. وفيه مجموعة او صدور حاجه فاصله بين الراسيتيا والجراف حاجه بينهم، فبالتالي الانفكشن مش هيوصل في اول 3 ايام مش هيريح عشان لو في انفكشن. الانفكشن اللي هو عارفين التقرير بتاعه 10 اس 5 فيما فوق ده كلينيكال انفكشن، 10 اس 3 ل 10 اس 5 ده اسمه ايه؟ سب كلينيكال انفكشن. اقل من 10 اس 3 ده مش بكتيريا انفكشن اساسا، ده بننسى بقى طبيعيه. يعني ايه؟ لو احنا خدنا بيوبسي كده سنتي بسنتي بسنتي يعني كيوبيك سنتيمتر 1 سنتيمتر، طبعا هيعيدوا البكتيريا في الكيلو سنتيمتر ده كله، فبياخدوا منه حته وبيقسموها ويعيدوا البكتيريا المهمه فيها قد ايه، فتطلع كميه. فالكميه دي لو اكتر من 10 اس 5 يبقى البيت دوت او السيبيان سايت دوت ما ينفعش احط فيه سكين جراح، لازم استنى لحد ما يبقى نظيف او تقيل وبعد كده احط له جراح، او من اول خالص احط له حاجه غير جراح. قلنا ان الكلام احنا اللي فات ده كله بنتكلم على كده، بس ممكن نعمل من الجراف فات جراف تلم الجراف كارتج بول مصر منصور. في حاجه بقى اسمها كومبوزيت جراف. كومبوزيت جراف دي معناها ان انا لو في طفل من كده مثال شبيه طفل صغير عنده اقل من 6 سنين واقل من عمر صباعه اتقطعت، لو انا حطيتها عمر صباعي طبعا فيها اللي هي فيها جلد